دلوقتي حالا هنستكمل ان شاء الله كلامنا على معبد إدفو، اكمل المعابد المصرية عمارة وزخرفة. اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن معبد إدفو وتسميته والموقع بتاع المعبد، وبدأنا نتكلم على عناصره المعمارية. خلصنا الجزء بتاع البايلون والأوبن كورت والفيرست هايبوستايل هول. بعد كده هنبدأ ندخل على السكند هايبوستايل هول اللي كانت بتسمى، يعني هذا المكان في المعابد كان دايما بيسمى في اللغة المصرية القديمة باسم وسخة حبو أو وسخة خعو، وسخة خعو اللي هو مكان الإشراق، علشان كان الـ يعني الـ الـ التمثال بتاع الإله كان يبدأ يشرق، ويقدر الواقف في هذا المكان يقدر يشوفه وهو تمثال الإله موجود في قدس الأقداس، عشان كده جاءت تسمية كلمة وسخة خعو لهذا المكان. طيب زي ما احنا شايفين، هي طبعا الغرفة ديت هي أصغر في الحجم عن غرفة الفيرست هايبوستايل هول، وبيبدأ السقف بتاعها يبدأ يبقى أقل، حتى الأرضية نفسها بترتفع كل ما بنتجه لداخل المعبد لإضفاء مزيد من القدسية على هذا المكان. والمكان هنا فيه 12 عمود زي ما احنا شايفين، مرتبين في 3 صفوف، ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة، كل صف فيه 4 أعمدة، عمودين على كل جانب. وطبعا التيجان الأعمدة واضح فيها طبعا الاختلاف، واختلاف الزخارف واختلاف شكل التيجان نفسها زي ما قلنا، ودي سمة من سمات العمارة في المعابد في العصر اليوناني الروماني. So the second hypostyle hole is the hole of appearance، وسخة خعو. Starting from this part, the ceiling of the temple became to be lower and the floor is higher, and the size of the places, the inner places are smaller than the outer places of the temple in order to give more holiness. يعني give more holiness يعني اضفاء مزيد من القدسية. In order to give more holiness for the place, because we are nearer to the most sacred part of the place or the temple, which is the sanctuary. Here we have 12 columns arranged in 3 rows. Every row contains 4 columns, 2 on each side. So we have here 18. Here we have 32 columns, 32 عمود. In the open court, we have 18 columns inside the first hypostyle hole. 12 in the first hypostyle hall itself, and 6 are adjoined together here, forming the facade of the pronaos. As for in this side, we have 12 columns. هنا 32, 18, 12 جوه و6 على واجهة الناموس، وهنا 12 arranged in 3 rows as we said. Every row consists of 4 columns. And they are divided into 2 columns on each side in every row. خلاص. And as we said, the size is smaller, the ceiling is lower, the floor is higher in order to give more holiness for the place. ادي منظر السكند هايبوستايل هول. خلاص. ادي شكل التيجان الأعمدة المختلفة. طبعا مناظر على طول الجدران وعلى الأعمدة، شايفين منظر الجدران. ادي اهوت منظر الإضاءة. هنرجع تاني لقصة الإضاءة اللي احنا اتكلمنا عليها في اولى محاضراتنا، ان قد ايه قصة مهارة الإضاءة في المعابد المصرية في العصر اليوناني الروماني. هنا هو استخدم شكل الفانل شيبت ويندوز او الويندوز الصغيرة اللي موجودة في السقف لإضفاء مزيد من القدسية على المعبد. تمام. عندنا بعض المناظر، هنبدأ نشوف ايه المناظر اللي احنا ممكن نتكلم عليها. عندنا بعض مناظر التتويج اللي بتحصل للملك من خلال الإله نخبت ووجد، ادي هوة المنظر، ومن خلال حورس وجحوتي. قلنا ان في بعض المناظر فيها يتم التتويج من خلال اما إلهين او 4 آلهة. والمنظر هنا ده الأبر بارت اوف ذا انترنس، أول ما بندخل في الجزء العلوي بنلاقي تتويج الملك من خلال 4 آلهة دول.
وعلى الجانب اللي يعني على الجانب اليمين من المدخل أسماء حورس، أسماء الإله حورس منقوشة أو محفورة، وعلى الجانب الأيسر من المدخل بنلاقي أسماء الآلهة أو اللي هم الأسلاف، الآلهة الرئيسية في المعبد بيتم برضو ذكرهم في نصوص كتير على واجهتي أو على جانبي المدخل المؤدي لهذه الحجرة. So flanking the entrance of our of this hall, we can find on the right the names of Horus are inscribed, and on the left we can find the names of the other deities are engraved. This is the entrance of this hall. In the upper part, we can find here the purification scene for the king by four deities, Tahut here, and Nekhbet and Wajit, and also Horus. And as we said before, the purification scene is one of the most important and common scenes in the Egyptian temples. There was a special chamber of called House of the Morning, as we said before, for purification for the king. And the purification of the statues of the gods happened or occurred in the Wa'bet room. زي ما احنا ايه شايفين هنا، ادي بعض المناظر زي ما قلنا قبل كده. وبنؤكد ان السكند هايبوستايل هول من اكتر الاماكن اللي فيها سلسله الفاونديشن سينز موجوده بشكل كبير ومتسلسله. مره اخرى بنشوف عمليه شد الحبل او اللي هو تاينج ذا كورد، ودي اهيت موجوده عندنا قدام الالهه سيشات، وراها الاله حورس بحتتي، ودي من المناظر المهمة جدا اللي هي stretching the cord. تمام، وادي منظر اهو سكب الرمال، وبرضو منظر سكب الرمال بيعتبر من المناظر المتداولة، وكان اسمها وبش شاع خلاص. ووبش شاع دوت هو هنا بيحط الرمال وبيبدأ ينثر الرمال في حضرة الإله بتاع المعبد اللي هو حورس بحتيتي نفسه. طبعا احنا عندنا مناظر تانية زي منظر الملك تاني وهو بيغادر الرويال بالاس، والبريس بيعمل بيرنينج للسين. عندنا مناظر اخرى مثلا زي منظر ان الملك بيعمل تسوية للارض بالخلال اللي هي اسمها خبشتا، ودي برضو احد مناظر التأسيس. الحقيقة مناظر التأسيس على طول جدران السكند هايبوستايل هول موجودة بشكل متكامل ومتسلسل، ودي ميزة القاعة. So the second hypostyle hall represents compressive successive scenes for the foundation scenes. For example, here we have the scene of stretching the cord, خلاص stretching the cord, which was a ritual known as Pej Sesh, with the assistance of goddess Sashat. And she was a very important goddess. We talked about her before, that she was usually represented with as a woman, and over her head we can find a seven-handed star. She was usually depicted or described to be the guardian of the library, and sometimes she was also depicted described to be the daughter or the sister of God Tahut. Here, goddess Sesshat is facing the king while stretching the cord, which was called Pej Sesh. And here there is another scene for the king sprinkling the sand. It's another ritual, foundation ritual, which was also found in this important hole. And here sprinkling the sand happens in front of the main god of the temple, who is called Horus, بحتتي Horus, belonging to to بحتت. دي أحد برضو المناظر الشهيرة جدا. And this ritual was called وبش شاع. وبش شاع ماشي. طبعا المناظر دي كلها بترجع العصر. All of these scenes are dating back to the reign of Ptolemy the fifth. معنى كده ان المناظر بتبدأ تقل تقدم في تاريخها من بره لجوه، لان دايما المعبد المصري بيتبنى من جوه لبره من اول قدس الاقداس وهكذا. فدايما ان الاجزاء اللي بره بتبقى الديكوريشن بتاعتها حديث،
انما بنبدا جوه بقى بنشوف بطليموس الخامس وبعد كده الرابع وهكذا. طبعا برضو من الهول ديت برضو بتمتاز ان هي بتصور الساكريد باركس بتاعت حورس، ودي موجودة وعلى شمال الشخص اللي داخل القاعة صالة الأعمال التانية، وعلى الجانب اليمين بتصور المراكب بتاعت الإلهة حتحور. طيب أنا بعرفه من هنين من خلال البرو اوف ذا شيب، يعني مقدمة السفينة هنا بتاخد شكل الإلهة حتحور في شكل بشري، وفوق راسها التاج الحتحوري، إنما هنا البرو اوف ذا شيب مقدمة السفينة بتاخد شكل حورس وهو متوج بقرص الشمس. So on the northern wall of the whole of the appearance, flanking the entrance, we can find the sacred barks of God Hathor with the prow decorated with the shape of the falcon with the solar sun disk, and this could be found on the left side. And on the right side, we can find the sacred barks of Goddess Hathor, and the prow of ship here is decorated with the shape of the head of the goddess wearing the Hathoric crown. ودي برضو من المناظر اللي بتبدأ فيها برضو تتكلم على الفستيفال نفسه وهكذا. طيب برضو القاعة ديت بتتميز بحاجة مهمة، ان احنا عندنا مدخلين جانبيين. المدخل الشرقي بيؤدي لحاجتين، اول حاجة السلم الصاعد. السلم الصاعد دوت كان بيؤدي لسقف المعبد او الروف بتاع المعبد، والروف او سقف المعبد او الجزء اللي فوق بتاع المعبد بيبقى فيه تو تشابلز، وزي ما قلنا قبل كده ان دايما كان بيبقى فيه تشابلز للاله اوزايرس موجوده في المعابد المصريه خاصه في العصر اليوناني الروماني. التشابلز ديت واحده منهم مش مزخرفه، التشابل الثانيه فيها مناظر كتير جدا بتمثل اسطوره بعث الاله اوزوريس مره اخرى. ده اول مدخل. المدخل الثاني الايسترن سايد برضو فيه اللي هي التريجري اللي كانت بتستخدم لحفظ الادوات الثمينه بداخل المعبد. اما على الجانب الغربي احنا عندنا برضو فتحتين، عندنا فتحه بتؤدي لحجرات النيل، وده طبقا للزخرفه اللي موجوده فيها لحفظ المياه المقدسه للنيل اللي كانت بتستخدم للديفرنت ريتشوالز الطقوس المختلفه. وعندنا اللابوراتوري. طيب انا عرفت منين برضو ان هو لابوراتوري؟ من خلال الانسكريبشنز اللي موجوده ان ده كان معمل. معنى كده ان انا لما بلاقي في معبد متحف مكتبه ومعمل، اذا هو كان ما كانش بيبني مجرد مؤسسه دينيه للعباده، هو كان بيبني مؤسسه متكامله للعلاج والبحث العلمي وحفظ العلم وهكذا. So we have four gateways are found in the second hypostyle hall, and this is very important to say. On the eastern side, we have two gateways. The first one is leading to the ascending procession. يعني إيه ascending procession؟ السلم الصاعد أو الموكب الصاعد. The ascending procession was used by the priests in order to carry the divine statue of Hathor and the divine statue of Horus to the roof of the temple. What can we find in the roof of the temple? We can find two chapels of Osiris. And as we said before, the roofs of the Egyptian temples during the Greek Roman period contains always chapels dedicated to, يعني ايه dedicated؟ يعني مكرسة، dedicated to the Osirian cult. One of these chapels is not decorated and the other chapel is decorated with different mythology connected to the resurrection of Osiris. This is the eastern staircase, the ascending procession, الموكب الصاعد. تمام. And also we have another room which is called treasury, and the treasury room was used for preserving the precious materials which were used during the different festivals of the temple. تمام. والتريجري was called in the ancient Egyptian language perhedge. It was called the treasury here is called perhedge. تمام. والايه هي البريشس تولز such as the jewelry كان بيبقى فيها المجوهرات، البريشس ستونز، الاميولتس. طبعا المناظر في هذه الجدران بترجع لعصر بطليموس السادس. All the scenes of the treasury or almost all the scenes of the treasury are dating back to the reign of Ptolemy the sixth. On the western side we have other two rooms. The first one is called the Nile room. تمام. In my room, this room, according to the decoration of this room, it was used for preserving the sacred waters of the Nile, which was used during the different rituals.
the second, the third, the fourth, and the last room here. And this is on the western side. It was used for the other laboratory. It was called in the ancient Egyptian language Isu. اللابوراتوري في المعمل أو المعمل اسمه إسو. طبعا it was used for manufacturing perfumes and oil perfumes. كانت بتستخدم لصناعة العطور وصناعة العطور أو المواد العطرية المختلفة، الدهانات العطرية. Like the treasury, the rooms on the laboratory, the scenes date back to the Ptolemy the sixth. So the scenes here in the laboratory and the scenes here in the treasury, almost all of them are dating back to the reign of Ptolemy the sixth, اللي هو بطليموس السادس. ادي موكب الصاعد على السلم الشرقي. السلم الشرقي عرفت منين ان هو الموكب الصاعد؟ لان الموكب الصاعد هنا بيمثل المجموعه من الكهنه وهم شايلين الاعلام المختلفه او الرموز الاقاليم المصريه المختلفه. وهنا بنلاقي المناظر led by Ptolemy the sixth بيقود هذه المسيره او موكب الالهه بطليموس السادس. بنلاقي هنا منظر ايه شايفين؟ شايفين وده ده الفانل شيبت ويندو. الفانل شيبت ويندو اللي هو الويندو اللي بياخد شكل القمع، تمام؟ بيبقى عباره عن فتحه ضيقه وبعد كده تتسع تدريجيا. طبعا هي الحقيقه عامله اضاءه هايله جدا، وقد ايه الاركتكت المصري المعماري المصري قدر يوظف كل حاجه علشان يعمل جماليات للضوء والظل داخل المكان. فالفانل شيبت ويندو ار يوزد هير in order to eliminate the inner parts of the ascending procession of the eastern staircase. Here we can find the shape of a procession of the priests here, and they are holding the different shapes of the gnomes. They are led by Ptolemy the sixth, and they are engraved as if, يعني as if كأنهم, as if they are going upstairs to the Odairen chapels on the roof of the temple. They have two chapels. One is not decorated and the second one is decorated with the different episodes of the Osirian myth. ادي الاسندنج بروسيشن، ده الحيطة التانية بيظهر فيها بعض الالهة زي الاله تحت زي الاله حورس وهكذا. طيب احنا يعني هنقف قدام منظر كده بسيط لاحد التقدمات القرابين، ودي بترجع لعصر بطليموس السادس برضو، وهو هنا بيقدم بعض القرابين وقدامه في اله كده اللي هو الاله اللي بياخد شكل ايه، بياخد شكل ابو الهول دوت. ده الاله شسمو. شسمو دوت كان اله البرفيومز والعطور في مصر والاله الدهانات العطرية. دايما كان بيصور في شكل انسان برأس يعني بشكل ابو الهول، في بعض الاحيان بيبقى ماسك سكينة في ايده دلالة على ان هو بيبعد الارواح الشريرة عن المكان. وهنا الاله بيقدم القرابين المختلفة ومختلف انواع العطور والدهانات في حمى الاله شسمو قدام الشايد بتاع المعبد الرئيسي اللي هو حورس بحتتي حتحور وحر سيماتاوي، تمام؟ So here we can find a very remarkable scene in the laboratory. King here Ptolemy the sixth is presenting offerings, different types of perfumes and oils. خلاص here we can find the shape of Shesemu. Who is Shesemu? Shesemu is the god of perfumes and oils in ancient Egypt. He was depicted in the form of a human-headed sphinx, اللي هو Creos sphinx. And sometimes he was depicted holding knives, يعني knives اللي هي السكاكين, the word of the evil spirits. And here the Ptolemaic king is presenting different oils and perfumes in the presence of the triad of the temple, Horus Behtiti Hathur and Horus Simatawi, Horus the unifier of the two lands. خلاص يبقى احنا كده نرجع تاني معلش. هنا عندنا الانترال سنترال جيتوي، عندنا هنا we had the pylon, the two towers of the pylon, and after that we have the open court with 32 columns, 5-5-11-11. After that we have the first hypostyle hole. The first hypostyle hole it takes the shape of the pronaos. It has six columns here, 3-3, and after that 12.
تمام. so 3 12 and 6 columns it the total number of 18 columns. And here we can find the library. احنا قلنا we have the library in order to preserve the different papyri rolls that were placed under the protection of Horus and Rahur Akhti. And on the other side we have this is the Permejat, and here the Perduwaw, the morning day, the morning house, which in which the king himself was purified. إن الملك بيتم تطهيره. طب بعد after being purified, where were the gods purified? They were purified in the Wa'bat room. After that we enter the second hypostyle hole. The second hypostyle hole contains 12 columns arranged in three rows, and it has four gateways. The four gateways on the eastern side and on the western side. The eastern side we have the ascending, يعني ascending أصعد, the ascending staircase leading to the roof of the temple, having two chapels for Osiris, one not decorated and the other one is decorated. And also here we have the treasury, which were the place for preserving the semi-precious stones and the jewelry of the temple. On the western side we have the Nile room, which was used for preserving the sacred water of the Nile. And the scenes of both the treasury and the Nile room are dating back to the reign of Ptolemy the VI. And also the staircase, we can find the procession of the priest led by Ptolemy the VI. And finally اللي هو بنقول عليها اللابوراتوري. Laboratory which contains the different prescriptions, يعني الوصفات for making perfumes and oils. We have a very remarkable scene for god Shesimu, the god of oils and perfumes in ancient Egypt. بعد كده هندخل على الأوفرينج هول. الأوفرينج هول اللي هي الوسخة حتبو, مكان القرابين المختلفة. ويقال إن كان فيها يعني زي ترابيزة خشب كان بيتحط عليها الأوفرينجز المختلفة للآلهة. السينز في هذه الحجرة بترجع لعصر بطلميوس الرابع في بعض الأحيان, وهو مع زوجته الإله الملكة أرسنوي, وهما بيقدموا القرابين لبعض الآلهة ولبعض الأسلاف اللي هو عبادة بقى الأسلاف الأباطرة, قصدي الملوك البطالمة. So we have here the offering hole, which is called Wesachet Hetebu. Okay, and the Wesachet Hetebu, it covered with scenes, offering scenes for Ptolemy the IV, with sometimes with the company of his wife Arsinoe. They are presenting offerings to the deities and also to the defied Ptolemaic kings. Probably once a wooden table was placed inside in this hole to place different offerings on this hole. ادي هو بعض مناظر التقدمة, مناظر بقى طبعا تقدمة مختلفة for the deities of the king of this temple, such as different types of bread, the different the sistrum, the يعني أشكال طبعا كتير جدا من علامات التقدمة. طيب الأوفرينج هول بتتميز إن هي على الجانب الغربي بتاعها بنلاقي الموكب الهابط أو السلم الغربي. السلم الغربي دايما معروف بإن هو في الموكب الهابط. بعد ما بخلص الريتشوالز بتاعتي على سطح المعبد الكهنة بينزلوا بالبارك بتاعت حتحور وحورس وبينزلوا في الموكب الهابط من خلال هذا السلم الغربي. So on the eastern way, on the western side of the offering hall, we have a staircase that leads to the also to the roof of the temple. The staircase was used for the descending procession of the roof, and therefore the priests, the procession are represented as if they are descending, leaving the roof to the temple again. طبعا المناظر ادي منظر الموكب الهابط, والموكب الهابط هنا بيرجع العصر في الملك بطلميوس الرابع والسادس والثامن مصورين, وهم طبعا بيمسكوا العلامات الأساسية للمعابد والنومز بتاعت ايجيبت led by Ptolemy the eighth وكيلوباترا الثانية مصورين. So we have the descending procession, the western staircase. As we see here, the procession of the priests holding the different gnomes, the shapes of the gnomes and the shapes of the Egyptian temples, they are led by Ptolemy the VIII.
also Ptolemy the sixth and Ptolemy the fourth are depicted. هم ماشيين they are carrying the sacred shrine of the deity. يبقى احنا كده خلصنا البايلون الكورتيارد first hypostyle hall the second hypostyle hall وبعد كده ال offering hall. خلينا فاكرين ان ال eastern staircase is in the second hypostyle hall while the west اللي هو ال ascending. اوكي هطلع فوق هلاقي الشابلز اوف هتحو اوف اوزايرس تو تشابلز. هخلص هنزل من الموكب الهابط اللي هو الويسترن ستير كيس ذات ليدز تو ذا اوفرينج هول. سو ذا ايسترن ستير كيس ذا اسندنج بروسيشن از ان ذا سكند هايبوستايل هول اند ذا ويسترن ستير كيس ويتش از ذا ديسندنج بروسيشن از ان ذا اوفرينج هول. وسخت حتبو. طيب بعد كده هنلاقي في السنترال هول احنا هنقف شويه بقى عند السنترال هول. وقلنا ان السنترال هول ديت كانت بتعرف في اللغه المصريه القديمه باسم حاره ايب يعني معناها القاعه الوسطى او في بعض الاحيان وسخه باسجت. مش شرط ان الباسجت دول هم السامون بتاع هليوبوليس. احنا قلنا في الديانه ان في احنا عندنا مجموعات من الالهه التسعه مع بعض فمش شرط ان هم يبقوا هم يعني. طبعا الجدران كلها مزينه باشكال القرابين والتعبد للالهه الرئيسيه للمعبد. واحنا عندنا على الجانب الشرقي من المعبد عندنا أوضة مهمة جدا اللي هي أوضة الكورت اوف اوفرينجز العبد جيفاو اللي بتؤدي لحجرة الوعبت. خلاص أحد أشهر أو أهم الحجرات اللي بيتم فيها تطهير تمثال الإله حتحور. وعلى الجانب الغربي هنلاقي تشابل الإله مين مقصورة للإله مين. So we have two gateways are found in the central hall which is called in the ancient Egyptian language as وسخت حرب إيب the central hall or وسخت باسجت. باسجت means the إنيد. On the eastern side there is a court which was used for celebrating the new year الاحتفال العام الجديد. This court is called court of offerings عب جفاو leading to the وعبت room a very important room which was used for purifying the divine statues of the deities. And on the western side, there is a chapel dedicated to Egyptian god, a very important god, whose goddess whose god mean إله الخصوبة. تمام؟ ادي طبعا حجرة الوعبت احنا اتكلمنا عنها اللي هي تعتبر من اهم الحجرات اللي بتستخدم للتطهير. تمام. والحجرة ديت الوعبت it could be reached by a staircase of six steps بتوصل إليها من خلال سلم من ست steps. The entrance of this room is supported by two columns. Okay and we have also screen walls reaching the column with the walls of the وعبت room. And here we have the different shapes of the king presenting offerings or purifying كنا شايفين بيعمل purification for the statue of Horus بحتتي himself. برضو من المناظر وده طبعا المناظر ديت they are dating back to reign of Ptolemy the sixth. This is the ceiling of the room, a very remarkable ceiling. It represents the Nut with outstretching يعني بتمد her arms and legs. And here the ceiling itself, the central part, is divided into two parts. خلاص. The sacred boats of the daily voyage of the sun god Ra, رحلة اليومية للإله رع. وهي فيها 12 مركب مقسمة into two parts, يعني كل صف فيه ستة أعمدة، ستة مراكب. وكل مركب فيها شكل من أشكال الإله رع أثناء بقى ساعات النهار المختلفة. يبقى the central part the square part here is divided into two parts. Okay, they are representing the 12 boats of God Ra during his daily voyage. And in every bark there is a different shape of God Ra is depicted. طبعا من المناظر المعروفة جدا. تمام. يبقى احنا خلصنا ال eastern side it represents God the room of Wa'bet. And on the western side there is a chapel for God Min. طبعا الإله مين هو أحد آلهة الخصوبة دايما كان بيصور بشكل إف فالك بشكل يعني رجل وبشكل بيمثل شكل الذكورة أو الخصوبة. وكان أحد الرموز المقدسة ليه هو نبات الخس.
وهذا الإله عبد في منطقة، أو كان مركز عبادته الرئيسي في منطقة اسمها منطقة قفط تبع محافظة إنا، ودايما بيصور في شكل وهو لابس التاج من خلال أو على راسه رشتين. طبعا الأوضة أو الغرفة اللي احنا بنتكلم عليها ديت مصورة فيها مناظر لبعض البطالمة، من أهمهم بطلميوس الرابع وبطلميوس الثامن، وهم بيقدموا بعض القرابين زي مثلا البوكسس بتاعة الميرت اللي هي الدهانات المختلفة بتقدم للإله مين. So we have on the western side the chapel of God Min. The chapel of God Min here represents different scenes for Ptolemy the fourth and Ptolemy the eighth, representing different offerings to God Min. As we said before, he was a god of fertility. God Min was represented usually with a headdress of two feathers, دايماً فوق راسه رشتين, and an ethypelic god. And here the king is depicted different, making different offering, the royal ensign, presenting the widowed eye, and so on. تمام. يبقى ال courtyard, ال pylon, خلاص, inner rooms, settled one by the French soldiers, the courtyard, 32 columns, 5, 5, 11, 11, and after that, the first hypostyle hall, the library, the morning day, ال per widowed and per duo. And here we have 18 columns, خلاص, 12 in the central part and 6 forming the facade of the pronaos, the second hypostyle hall. And the second hypostyle hall, as we said, it contains 12 columns. تمام. دي الحاجات اللي احنا يعني ايه معلش نعيدها شويه علشان ايه الحاجات ما تتنساش. And the second hypostyle hall, as we said before, it contains the comprehensive scenes. يعني ايه comprehensive؟ متكامله. Successive scenes for the foundation of the temple. تمام كده. واحنا برضو عندنا حاجة مهمة جدا, ان المناظر بتاعته تعتبر الى حد كبير مكتملة في هذا المكان. وعندنا four gateways in the second hypostyle hall. The first one for the eastern ascending procession, the eastern staircase. We have also here the treasury. The scenes here dedicated to dates back to Ptolemy the sixth. We have also the nine rooms, and also the scenes of the nine rooms are dedicated to Ptolemy the sixth. وزي ما قلنا التراجي برضو per hedge dating back to Ptolemy the sixth. على الناحية التانية the nine rooms, and also we have the laboratory. Laboratory زي ما اتكلمنا عنه قبل كده. We have a very remarkable scene for God Shasimu, the god of oils and perfumes. بعد كده عندنا الوسخة حيرت إيب أو وسخة باسجت اللي هي سوري الأول عندنا الأوفرينج هول. والأوفرينج هول إيه الحاجة المميزة فيها؟ الحاجة المميزة فيها إن ال different offering scenes for Ptolemy the fourth and his wife Arsinoe, and it represents the western staircase. معنى كده إن ال eastern staircase from the second hypostyle hall, and the western staircase the ascending procession. The descending procession from the offering hall. بعد كده بدخل على الوسخة حيرت إيب أو الوسخة باسجت. والوسخة باسجت عندنا two important gateways. For here we can find the Wabit room, and in the other time chapel of Min. طيب بعد كده هندخل على طبعا السانكتوري. خلاص احنا وصلنا كده السانكتوري, والسانكتوري هو اقدس جزء في المعبد. عندنا الناموس هنا بيرجع لعصر نكتنبو, ويقال ان هو يعتبر اقدم اجزاء المعبد في اقدم اجزاء معبد ادفو, اللي ذكر في نصوص المعبد بان هو اسمه ست ويرت, اي المكان المقدس. طبعا في بعض المناظر للإله للآلهة, وهم للملك وهو بيتعبد للآلهة. وطبعا معروف جدا قدسية هذا المكان, وإن الكاهن الأكبر فقط والملك هم اللي كان مسموح لهم إن هم يدخلوا هذا المكان فقط. تمام. طبعا زي ما قلنا إن the king is also depicted burning the incense and in front of the sacred boat. تمام يا شباب. وآدي أهو مثلا شكل الناموس أو الساكريد بوت تاني مرة أخرى.
تمام. طبعا الناموس دوت it's made of black granite and it's only 4 meters in height. It dates back to the reign of Necténabo as we said, and it's preceded by an altar, and on this altar different offerings were placed. Here, this is the southern wall of the sanctuary. This is the entrance. خلاص. We can find here the حيح. خلاص. And the solar sun بتاع حورس بحتتي وهو خافض جناحيه كأنه بقى خلاص هيدخل ويستقر في السانكتوري بتاعه كنوع كده شكل سيمبوليك يعني للمنظر. announcing his arrival يعني هو بينزل الجناحين بتوعه كأن هو بيمثل ان هو خلاص وصل للمكان. طبعا الفور ايبس القرود الاربعه بتحيي قرص الشمس، وده دايما احنا بنقول في بعض الواجهات زي مثلا واجهه معبد ابو سمبل بنلاقي في بعض الاحيان القرود وهي رافعه ايديها كده كتحيه للشمس او الشمس المقدسه. هنا قرص الشمس المقدس اللي بيمثل حورس بحتتي، دي برضو احد الاشكال المناظر. وطبعا هنا بطليموس السادس وهو بيقدم الكثير من القرابين لآلهة المعبد. Here on the entrance flanking the top of the entrance we can find here the solar sun disk lowering his wings. What is the meaning of lowering his wings؟ يعني بيخفض جناحيه. Announcing his arrival to his sanctuary which is called in the ancient Egyptian language and the texts of Edfu it was called Setweret, the holy place. And we can find here the four apes خلاص raising their hands in order to welcome the solar sun disk. طبعا احنا حوالين السانكتوري بتاع ادفو احنا عندنا 9 شابلز كلهم مكرسين لكذا حاجه، من ضمنهم مثلا الكلوثينج روم حوت منخت it was used for changing the clothes and to preserve the clothes that were used during the rituals. كانت بتحفظ فيها الملابس المقدسة. The throne of the gods التانية واحدة اسمها نست نثرو and it was mainly dedicated to راحور أختي the protector of the kingship هو اللي هو كبير بقى الآلهة. تمام. دي كانت مخصصة لراحور أختي. عندنا برضو تشابل تانية الأوزيرس اسمها خنتو إنشتيت. تمام. And here في هذه الغرفة Osiris was depicted on the walls. The kings are making offerings to Osiris. He is flanked by Isis and Nephthys. عندنا two chapels dedicated for God Soccer. طبعا God Soccer معروف انه هو كان إله للunderworld and he was sometimes assimilated with Osiris. تمام. وعندنا الفستيفال بتاعة Osiris Soccer موجودة في معبد مدينة هابو. تمام. عندنا الحجرة اللي ورا حجرة قدس الأقداس على طول، وعلشان كده هي سميت بالسنترال تشابل خلاص مسنت سنترال تشابل. تمام. ولأن هي directly behind the sanctuary of this temple. تمام. بعد كده عندنا تشابل مخصصة لعبادة الإله خنسو لأن مناظر الموجودة عليها كلها بتشير لذلك. طبعا الإله خنسو كان إله القمر خنس من the traveler. تمام. والشابل بتاعة of the leg of Osiris اللي هي حت سبقت لأن على حسب الأسطورة إن أوزوريس أجزاءه اتقطعت لكذا حتة وكل حتة اترمت في مكان، فيقال إن هذا الشابل كانت فيها رجل الإله أوزوريس. شابل ذا ثرون أوف رع كانت بتمثل الإله رع وحورس وهو بيظهر في شكل صقر، وفيها منظر ظريف جدا للملك وهو راكع تحت شجرة الإشد قدام الترايد بتاع إدفو. وفي الاخر خالص عندنا تشابل للالهه منحيت، لو فاكرين منحيت ظهرت كزوجه للاله خنوم في معبد اسنا فهي الالهه القويه. تمام. وظهرت برضو ممتزجه مع الالهه حتحور في اسطوره دمار البشر. يبقى we have on the sanctuary surrounding the sanctuary of Edfu we have 9 chapels. They are dedicated to different gods and goddesses and different functions. The clothing room, Hinut Menechet, which was used for the clothes during the rituals. The throne of the goddess, gods Neset Neferu, and it was specially dedicated to Rahor Akhti. The chapel of Osiris, Chinu and Shtit, representing offerings to Osiris, and he was flanked by Isis and Nephthys. Two chapels for Soccer, and as we know that Soccer was assimilated with Osiris. Osiris Soccer was
god of the other world and the god of was a funerary function, especially venerated in the temple of Medinet Habu. The central chapel Masnad, it was called the central chapel because of being directly behind, خلف مباشرة, directly behind the sanctuary. The chapel for god Khonsu. Khonsu was the god of the moon, the traveler. Tamam, he was represented as a man with a crescent and the full moon over his head. The chapel of the leg, it contains, according to the Osirian myth, the leg of Osiris. Chapel of the throne of god Ra. Once again, we have another chapel for god Ra who appears in the form of Horus, and a very remarkable scene for the king kneeling behind the Ishit tree in front of the tribe of Edfu. And finally, the chapel of Menhit. She was a goddess, a powerful goddess. She appeared in Esna temple, and she was also assimilated with Hathor in the destruction of the mankind myth. Adi Shekla, how the king is kneeling in the Ishit tree in front of the tribe of Edfu, Horus Isis and Horus Simatawi. طبعا الكوريدور بتاع المعبد من الحاجات المهمة جدا للشرح ليك كذا تور جايد, لان هي فيها كتير جدا من الميثولوجي اللي تقدر فيها تتكلم بشكل كبير. طبعا الكوريدور بتاع المعبد احنا عندنا الناووس والبروناووس, يعني السانكتوري والحجرات المحيطة بيه, حواليها كوريدور. الكوريدور دوت مغطى ومزين بأشكال كتير من الميثولوجي. عندنا الأبر ريجستر بيمثل أشكال قرابين مختلفة خصوصا لبطلميوس العاشر قدام لعدد آلهة. الميدل ريجستر بيمثل أسطورة هورس بحتتي اللي قدر يساعد راحور أختي في القضاء على رموز الشر الحيوانية لست, فتم تخليد شكله أنه يصبح شكل قرص الشمس المجنح. والثيرد ريجستر بيمثل أسطورة الفيكتوري بتاعت هورس أوفر إي سات المعروفة باسم حب قنت. دي الأساس, يعني الأشكال الرئيسية اللي إحنا بنشوفها. طبعا الميدل ريجستر الميثولوجي أوف هورس بحتتي is represented and about 16 scenes are representing the different episodes of this myth. And also the third character, they are running from north to south, بتبدأ من ناحية الشمال وبتنتهي من ناحية الجنوب, وبتبدأ بعدد من المناظر هنشوفها مع بعض. ده المنظر الأول خلاص, ودايما بيتقال إن هي كأنها مسرحية كاملة. تمام, تحط is reciting here the beginning of the scroll in front of Horus بحتتي. And he is facing Behtiti and Isis, طبعاً. And he is facing also the three deities. Horus Behtiti is depicted standing on his bark, aho. And he is killing the hippo, hippopotamus. Behind him, Isis again. خلاص, يبقى Horus Behtiti, Isis. تحط Horus Behtiti, Isis. And we have here a small figure of Horus Khinti Irti. تمام. The Ptolemaic king here is in the fusion of god Onuris. دايما الملك وهو بيطعن الحيوان الشرير بتاع الاله ست, دايما بيظهر في شكل الاله أونوريس وبيلبس التاج اللي هو بتاع أونوريس علشان يدي الملك صفة قتالية, لان الاله أونوريس كان شكل قتالي شوية للاله, وبالاضافة ان هو كان ليه كده وظيفة جنازية اكتر. So here Tahot is reciting the first, announcing the beginning of the battle. Behind him you can find Horus Behtiti and Isis, and they are facing Isis once again, and Horus Behtiti was represented smiting or killing the hippopotamus, the shape or the symbol, one of the sacred symbols of god Set. And also here we can find the king. This is the first scene of the victory of Horus over Set. This is the last scene, آخر واحدة اللي هو البوتشر اللي اسمها تاني الراجل بيذبح الهيبوبوتامس, كان نوع من أنواع إن هو خلاص قضى على رمز الشر وراه الإله إمحوتب. طبعا هو تم خلاص تأليهه بشكل كامل, وهنشوفه في معبد فيلا إن هو كان ليه تشابل مخصوص, ودايما بيظهر في شكل هاي بريست بالشيفن, وادي جلد الفهد على كتفه وذا بانثر سكين, وهو وراه بطلميوس ال 12 يوليتس از فيدينج ا جوز. So this is the last scene of the butcher slaughtering the hippo, the sign of overcoming the evil god Set. And Imhotep here, the defied man, is announcing the victory over from Horus over Set and
behind them you can find Ptolemy Auletes is slaughtering a goose or feeding a goose. طبعا ده selection ده موجود في الحائط الشمالي خلاص من الجدار وبيمثل different selection of different festivals of the coronation of the sacred falcon. ده طبعا برضو احد الاحتفالات الشهيرة اللي كانت بتحصل في المعبد وكان اسمه خاعونسوت. الاحتفال ده كان بيحصل تقريبا في شهر طوبة وكان بيتم في اختيار الصقر المقدس. كل سنة كان بيتم اختيار صقر له مواصفات معينة وبيتم تتويجه وبعد كده بيحمل هذا الصقر لزيارة الشابلز المجاورة. ودايما كان بيربط هذا الاحتفال برمزية الملكية لأن الملك كان دايما بيتقال عليه أو بيوصف أنه حرعنخ حورس على الأرض. So on the northern wall we can find here a selection of the coronation of the sacred falcon. It was called in, as خاعونسوت. The selection of the sacred falcon happened every year, probably in the month of Tybi, and it was specially connected with the kingship. Kingship because the king, the living king, was called Herankh, and after his death he became Osiris. Here they already selected the sacred falcon here, and this is the sacred bark of Horus, and so on. ادي هو بعض ال selection of the scenes of the festivals ودي موجودة في الحائط الشمالي. This is the Nilometer خلاص مقياس النيل. أي معبد زي ما قلنا بيبقى فيه عادة مقياس للنيل إما بيستخدم بشكل أساسي. كان في واحد تاني اسمه رونالد وايلد قال لك إن في بعض النيلومترز موجودة بعيدة عن نهر النيل زي الموجودة في الواحات مثلا ففي بعض الأحيان كان بيبقى شكله أكتر سيمبوليك. تمام فالنيلومتر وظيفته الأساسية هو قياس منسوب النيل. So the Nilometer here is found in the eastern side of the corridor. It consists here as we see here of a staircase leading connected to the Nile after that and it was used for measuring the Nile. Sometimes dynamometers were annexed to the temples away from the Nile Valley such as the temples in the western oasis of Egypt. So here they were more symbolic rather than having a function, a real function. ادي النيلومتر اهو. ده الماميزي. تمام الماميزي زي ما بنقول بيرمست هو بيت للولادة وأحد مظاهر أو الحاجات الرئيسية اللي ظهرت في معابد المصرية خلال العصر اليوناني الروماني وبيرجع لعصر بطليموس الثامن وطبعا وبطليموس التاسع برضو ليه بعض المشاهد فيه. وبنلاقي هنا كومبوزايت كولومز وفوقيها الأباكوس اللي احنا بنقول عليه طبلية التاج وفيها مناظر للإله بس اللي هو كان إله بيساعد الست عشان تولد وعشان تحمل وفي بعض الأحيان بيبقى ماسك التامبرين عشان يعني بي بي بيضرب على الدف وكان مرتبط طبعا بعقيدة الشمس وعقيدة الإله حتحور. تمام So we have here the mummies which was called Permeset. It's the divine birth. The scenes are dating back to Ptolemy the 8th and Ptolemy the 9th. We have here columns of composite capitals and the abacus اللي هي طبلية التاج. They are representing scenes of Bes in high relief. As we said before, Bes was a god of childbirth and he was probably from a Nubian origin. ليه دايما بعرف النوبيان اوريجين من التاج اللي هو بريش كتير ده. Or he was representing a dwarf. He was sometimes representing playing at a tambourine. تمام and he was god of music and joy and pregnancy. He helped the woman during her child during having her baby. Finally we have the enclosure wall. وزي ما قلنا الانكلوجر وول دايما بتبقى شكلها كده متعرج علشان تدي شكل البرايموديال هيل. The enclosure wall here is we have only the northern enclosure wall is still visited. We have some you know, some decorations for the different deities of the king such as Horus Hathor and Horus Simatawi. And as we said, it usually depicts wavy shapes to represent the primordial hill of the temple. ادي اشكال الانكلوجر وول بقايا الانكلوجر وول. دي كانت جولتنا في معبد إدفو. إن شاء الله نلتقي بعد كده في جولات في معابد مصرية أخرى خلال العصر اليوناني الروماني.